تذكرون الباب هذا؟ هذا باب أمي الجراتة، ويمكن أغلبكم يذكر الباب ويذكر قصته. يوم أمي هدت الجدار ويا يمه ليش سويتي كذا، ورحت وجبت حداد وقالت أنا بفتح الجراتي، وكتبت لها قصيدة ورديت عليها وصارت قصتي مشهورة جدا. من كم يوم أشوفها مسكر ومحطوط عليها القفل، طبعا ما يحتاج لها سؤال، لكن أنا قلت بسأل لعل وعسى أمي يطلع معها شيء. فقلت يمه بابت حق جراتي أشوفت مسكرته وحاطة لس قفل من كم يوم عسى ما شر. قالت يعني أنت ما تدري؟ قلت لا بس يعني هو مجرد سؤال عسى ما شر أقول. قالت رح ولا جاء بكرة طحوية، تعال تقهو وبعلمك ليش صكيت الباب. فالسؤال كان له هدف ويبدو أنه الخطة نجحت. أنت مش سألتني عن الباب أمس، أنا سألت وهذا أنا شبعت قهوة من خليك. ها وبشر بالإجابة هالحين هاتي. يقول تسكيرة الباب لها أسباب. يا سلام، لو أنها ما هي عادتنا. يا سلام، أي تسكيرة الباب لها أسباب لو أنها ما هي عادتنا. إيه فعلا، على الشرع ما ينعاب وتنفيذنا لأمر دولتنا. صح فعلا، على الشرع ما ينعاب وتنفيذنا لأمر دولتنا، والكل حاجة نحسب حساب. يا سلام، ولا نخالف حكومتنا. الله صح لسانك. الحمد لله. أقول نخاف من واحد منصب، صلى الله العافية، يزورنا وقت جمعتنا، حفظنا الله إن شاء الله. إيه مع الوراعين والشياب رحلها عادلة جتنا، أو بيتوكلنا على الله العزيز الحكيم. أقول يا الله يا الواحد الوهاب، يا الله يا الواحد الوهاب، من الوبا تحفظ أمتنا. اللهم آمين. اللهم صل على محمد. وتردنا نفتح الأبواب ونفرح ونرجع لعادتنا. يا سلام، اللهم صل على محمد. لسانك. اللهم صل على محمد. بيض الله وجهك يمه. الله يرفع الوبا عن المسلمين. آمين. هو العزيز الحكيم. الله يجزاك خير على هالأبيات الجميلة. ولا عاد تسألني، الله يخليك لي. عن بابت لله. لأن الله يفرجها علينا وعلى كل مسلم. ما عاد أسألت عن بابت، خلاص.